إذا كان الشخص يقدم حول تجربته للحصول على الوظيفة، هل راتبه حلال؟ عفوا شيخ، شنو دخله؟ يعني إن كان الرجل يكذب على ال لكي يحصل على وظيفة ثم حصل هذا الوظيفة، هل راتبه تكون حلال؟ يعني هو ما معنى هذا الكذب؟ كيف يكذب؟ ما فهمت معنى يكذب؟ على يعني هو كان يكذب. يعني هو يتجاوز في خبرته، أو يقول قولاً عن خبرته شيء هو لم يتقن فيه أو مثل هذا. لا يقول جاهل مثل ولا فيه، لكن لو اشتغل لا بأس. طيب جزاك الله خير شيخ.